لا تصح. وهذا ما لم يكن خليفة أو نائبه، ومر بقرية جمعه من قرى عمله، فيصح أن يؤم بهم بل يندب. إلا إذا كان خليفة المسلمين أو ما ينوب عنه، وكانت البلاد تحت يده، كانت البلاد تحت يده ومر بها، فينبغي عليه أن يصلي بهم، هو يصلي بهم، لكن هو يتكلم على خليفة المسلمين ولا نائبه باعتبار أنه إمام في الفقه وفي الاجتهاد، أما باعتبار في زماننا في الصلاة خلفهم باطلة. ثانيا، أن يكون هو الخاطب إلا لعذر يبيح الاستخلاف كالرعاف ونقض الوضوء، ويجب انتظاره للعذر القريب. فلو صلى بهم غير الخاتب دون عذر يبيح ذلك لم تصح الصلاة. طيب شفتم توقيف، يعني بعض الأئمة الآن مرات معناها يخطب الناس على المنبر وينزل ويترك من خلفه ويصلي بهم. هذا شاهد عند أحد الشيوخ الموجود قريب منا، والله بفهاش لا عنده إعاقة هكا لا يخطب. كل جمعة تصير هذا بس تو احنا هنا العذر اللي هو العذر ليس العذر الكاذب، هو عذر معناه عرضي عرضي كالرعاف وكمثل هذه الاشياء، يعني او مرض فجأة. اما هذا الشخص دائما بهذه الطريقة يخطب عن الناس بالمنبر جالسا، ثم ينزل بعد ذلك يجلس ويترك الامام الخمس اللي هو اللي يصلي بداله. الناس كلها رغبة فيه، تحبوا تسمعوا. يعني لا يعني بمحبتنا في الناس أن يؤدي ذلك إلى بطلان الصلاة. دكتور أنا يشترك فيها مشكلة، يشترك فيها الإمام الخمس ما نجمش شيء يصلي بهم جالس. احنا لابد من التبعية، معناها هذا وقت شو نقول قول هذا إذا كان القوم كلهم جاهلون ولا يوجد عندنا فقهاء ولا علماء ولا خطباء، وهو فقط هو الموجود في المنطقة، يعني هذا قول غير معتبر اصلا يعني. والاشكال فين؟ في ان الانسان اذا خطب ثم تبين ان عليه عذر او انتقض وضوءه، ماذا على الناس؟ هل يستخلف او هل ينتظروا حتى يتوضا ويأذن؟ نعم ويصلي. هذا مشكل يعني، بقى المذهب المالكي في خلاف كبير فيه، لانه من قالوا ان ينتظروا حتى ياتي يتوضا وياتي، قالوا هو كالصلاه فلا فاصل فيها، واضح؟ ومن قال بالاستخلاف قال كذلك لا يصح، لأن الصلاة ماذا؟ باطلة يعني، مشكلة. نعم. قال ماشي بالشيخ، ماشي انتظروه، الشيخ هنا قال ينتظروه. اللي يصلوا كله في صلاة المباراة؟ وين؟ أنا أعطيت الحكم، نجم أقول لك لماذا معناها، من ربي سبحانه وتعالى، الحكم المفروض لا. المفروض هو لا. ليش؟ لأنه هو ماهوش عذر معناها عرضي، ممكن نقول معناها كفر لهم. وعلى علم على علم أخذ من المذاهب الأخرى، لأن المذاهب الأخرى عندهم هذا القول. الإمام يخطب وغيره يصلي به، هذا موجود في المذاهب الأخرى، لعله أخذ من المذاهب الأخرى. وجود اسمه القطاع الشرط بتاع الناس ملكيين وهو ملكي، ماشي يكون عبيد مش عارفين لا مالك لا شيء ولا حاجة. ما يعرفوش الناس، معظم الناس هي هناك، هي الناس عارفة هذه مالك. ها؟ يعني تلقى مالك اللي خالف مالك فرش شيء. ايه. قول هذا مش يسمى تلفيق. تلفيق ولا يصح هذا التلفيق أصلا، لأن وقتاش نحن نجوزوا له الصورة هذه كما قلنا، كل الناس عوام وهو الوحيد فقيه. في هذه الحالة نقول نعم لك ذلك. إذا كان الناس فيه من هو في مثله، ومن هو أعلم منه، ومن هو معناه كاف لأن يصلي بالناس صلاة الجمعة. سيدي إذا كان تابع معناها رعاة وحاجات معناها عارضة، يعني شنو هي؟ الرعاة هي عارضة، قلنا نحن ينتظرها، تنتظرها الجماعة. ينتظرها، هي ما تنجمش تقصي، ما تقصيش تصلي صلاة الظهر، تصلي ركعتين. ومن بعد تمشي تتوضا وتكمل ركعتين اخرين، شكون في الظهر؟ هي الخطبة وباعتبار ما هي ركعتين. اي لكن هل هي بدل من الظهر او غير بدل او هي حكم يعني هذاك المشكل فيه، هذاك علاش هو صار الخلاف، اخذوا بالقول بانه تبقى تنتظر ولا يستخدم. نعم. وراجع بقية شروط الإمام فيما يأتي في صلاة الجماعة. تفضل كمل. نعم. الشرط الرابع الخطبتان، وللخطبتين 9 شروط، وهي أن تكون من قيام،
وقال الشيخ الدرديري في أقرب المسالك، تعرفوا الدرديري معروف أقرب المسالك هو الكتاب المذهب المالكي، هذا هو الراجح من هو المأخوذ منه هذا الكتاب الذي بين يدينا، أقرب المسالك هو الكتاب آخر كتاب المذهب المالكي. نعم. والأظهر أنه أي القيام واجب غير شرط، فإن جلس أثم وصحت. هذا عند الشيخ الدردي أن تكون من قيام، شو إشكال فيه خطبتان هنا ينبغي أن تكون من قيام. الشيخ الدردي قال والأظهر، يعني استعمل كلمة الأظهر، قال والمشهور كان يطمئن الإنسان القول إليه، لأن الأظهر هو ماذا؟ هو من أقوال أتباع مالك رضي الله عنه. الأظهر في اصطلاح تعريف الأظهر شنو هو؟ هو من أتباع أقوال مالك رضي الله عنه. فشيخ الدردير كما قلنا هو الذي أتى بكتب المذهب المالكي عامة، ثم تتبع جميع أقوال المالكية واستخلص منها المشهورة والراجح. استخلص منها ماذا؟ المشهورة والراجح. ولهذا قال واختصرت فيه على أرجح الأقاويل. اختصرت فيه على أرجح الأقاويل. طيب لما استعمل هنا والأظهر، الأظهر قلنا هو القول أقوال أتباع مالك رضي الله عنه، والأظهر أنه أن أي القيام واجب غير ماذا؟ شرط، فإن جلس أثم وصحت. أثم وصحت. نعم، الصلاة في الصحيح أنه شرط وجوب وليس شرط صحة. شرط وجوب وليس شرط صحة. هذا الأظهر يفهم منه بمفهوم المخالفة؟ يفهم منه بمفهوم المخالفة؟ هل الحكم هنا لما قال والأظهر هل يفهم منه شرط صحة يبطل منه؟ أو يفهم منه حكمه الكراهة فقط؟ يفهم منه حكمه الكراهة فقط. أي ليس شرط صحة في نهي. أي نعم، ليس شرط، لا يقابله شرط الصحة هنا، إنما يقابله الكراهة. نعم، تفضل. أن تكون بعد الزوال، فإن تقدمت عليه لم تجزي. أي نعم، قلنا هذا المذهب المالكي والمذاهب الأخرى أن صلاة الجمعة تكون بعد الزوال بخلاف قول أحمد. نعم. أن تكون داخل المسجد، فلو خطبهما الإمام خارجه لم تصح. وهذا سبحان الله كان في الثورة السابقة معناها في ثورة من بلاد الإسلام يقيمون صلاة الجمعة في السواحل، لا في الطرقات، لا في الجمعة، لا في الجامع، لا في المسجد. فبخلاف لو أن الإمام صلى بالناس داخل المسجد والناس صلت في سواحيه أو في الطرقات الصلاة صحيح. أما إذا صلى الإمام خارج الشيء ثم الناس هم صلوا في المسجد فالصلاة لا تصح، كما هو معلوم في مذهبنا أن تكون داخل المسجد، فلو خطبهم الإمام خارجه لم تصح. إذا ما كان يصلى في التحرير وما صلي في القصبة مرة هذه كلها الصلاة لا تصح، صلاة باطلة لا تصح. الشيخ القرضاوي على الحنفي، الشيخ القرضاوي الحنفي من الأحناف، على مذهبنا نحن نتكلم الآن على مذهبنا المالكي أنه الصلاة باطلة بهذه الطريقة. يعني نعم. الإمام هو يزن الإمام ينبغي أن يكون في المسجد. في عمر مكرم، مسجد عمر مكرم أنا أعرف المسجد الموجود هناك، هي تصلي فيه إمام ابن الناس أصلا بجوار التحرير، بجوار مبنى التحرير. نعم. أن تكون جهرا، أن تكون بالعربية ولو للأعجمي. هذه مشكلة كبيرة، هذا المشكل الكبير، المشكل الكبير هو بالعربي. فهل الإمام إذا خطب الناس بالعامية الصلاة صحيحة؟ الخطبة صحيحة؟ المشهور في مذهبنا لا تصح، المشهور في مذهبنا لا تصح، ينبغي أن تكون الخطبة بالعربية الفصحى، الفصحى إلا الشعب التونسي فقط، كل بروذهم من الشعب الأورا كلهم يتكلموا باللغة العربية ويشرحون للناس باللغة العربية إلا الشعب. في أوروبا ثم خطب في اللغة، في أوروبا يخطب لك الخطبة الأولى بالعربية ثم بعدين يقوم بترجمتها، ولا أشكال في ذلك، ولا أشكال في ذلك. لما الإشكال أن يقوم بالخطبة كاملة باللغة الأجنبية هذا لا يصح أصلا، شرطه أن يكون العربي. مش الكل يعتمد يعتمد اللغة العربية ويفهم. مغلب أي متى؟ هي شقراها بالعربية ولكن مغلب. ولا المغلب أخي الشيخ وبعض الشيوخ الحمد لله نسموهم على المنبر لا يتكلم إلا العامي. بعض مش كل. إلا موجودين. هل العربي أن كل أي يتكلموا بها؟ العربي. إذا من كلهم يعني يتكلمون خطبة الجمعة بالعربي ويدربون الناس على ذلك. الناس الان يقول لك انا ما نفهمش اللغه العربيه، هيك تفهمها بالاخبار في النشر المسلسلات المترجمه ولا الله اعلم بقى الناس كنت تتابع بقى عارف يحفظوها حرف حرف يعني. جبت على خطبه الجمعه
أن تتصل بالصلاة ويغتفر الفصل اليسير. يعني الفصل اليسير هما هو أمر عادي، تدخين المنبر معلها كتحريك شيء من السجاد أمر معلها عادي. نعم. والجلوس والقيام. إيش؟ ولا يجلس. لا هو يتكلم على ما شاء. بعد خطبة. نعم. تفضل. أن يحضرهما الجماعة الاثنى عشر. أن يحضرهما الجماعة الاثنى عشر. يعني خطبة. بعض الناس يجيك معناها الاثنى عشر بالذات يروح يجيك متأخر. لا كيف كيف نفس الحكاية. نعم. فإن لم يحضروا من أولها لم تجزي. أن تكون قبل الصلاة، فإن أخرت عن الصلاة أعيدت الصلاة لعدم صحتها قبلهما. عودة لسيدي هذا. أن تكون قبل الصلاة، فإن أخرت عن الصلاة أعيدت الصلاة لعدم صحتها قبلهما. طيب الصلاة هما اللي أنتوها ده، ها؟ أما الخطبة تبقى هي هي. واضح؟ لا تعاد الخطبة. خطبة لا تعاد. نعم. وتعاد الصلاة إن قرب الزمن ولم يخرج الإمام من المسجد. طيب افرض خرج الإمام من المسجد، ها؟ شاف تعاد الخطبة وتعاد الصلاة ولا؟ تعاد الخطبة والصلاة. نعم تفضل. فإن طال الزمن أعيدت الخطبتان أيضا لأنهما كركعتين من الظهر. السلام عليكم. كان لك عندي درس إن شاء الله. إن شاء الله. السلام عليكم. أيوة سيدي. أن تكون مما تسميه العرب خطبة فلا تجزئ إلا بما له بال من الكلام نحو اتقوا الله فيما أمر وانتهوا عما عنه نهى وزجر فإن سبح الإمام أو هلل أو كبر فقط لم تجزئ. يعني يكفي هذا، يكفي أن يخرج الإمام عن المنبر واتقوا الله فيما أمر وانتهوا عما نهاكم عنه وينزل كفى كاف. أي نعم. أما لو قف قال الله أكبر الله أكبر لا، لا تكفي. نعم. الشرط الخامس الجامع، فلا تصح الجمعة في البيوت ولا في براح من الأرض ولا في خان ولا في رحبة دار. وللجامع شروط أربعة، وللجامع شروط أربعة هي أن يكون إذا صلاة الجامع فلا تصح الجمعة في البيوت. ها؟ نعم تفضل. أن يكون مبنيا، فلا تصح الجمعة فيما حوط عليه بزرب أو أحجار أو طوب من غير بناء. نعم، لابد أن يكون بناء كامل كبناء السقف. نعم، السقف كامل أو السقف غير شرط، أما البناء لابد أن يكون موجود. نعم. أن يكون بناؤه مساوياً للبناء المعتاد لأهل البلد. نعم. فإن خف بناؤه عن عادة أهل البلد فلا تصح فيه الجمعة. يعني بناء معتبر أنه من بناء نفس البلدة، أما إذا كان هو أخف في النظر إلى البنية كنت تجده هو معناها أخفهم أو أهونهم فلا. فلا تصح. بناء سيدي مخصص للصلاة. نعم بناء، لكنه قد يكون بناء مخصص للصلاة ولكنه معناها بجودة رديئة ماهوش جيد. إذا كان جيد نعم، إذا كان رديء لا. هذا كل الشيء يشير إلى أمر ذو قيمة. ها؟ يشير إلى أمر عظيم. نعم. أن يكون في البلد متصلا بها حقيقة أو يعني وسط البلاد أو حكم سيدنا مثلا أو حكما بأن انفصل عنها انفصالا يسيرا عرفا فإن انفصل كثيرا فلا تصح فيه الجمعة. نعم، إذا كان بعيد عن القرية أصلا لوحده فلا تصح فيه، أما إذا كان بعيد شوي معناها هذا يصح فيه. نعم. أن يكون جامعا واحدا متحدا لا متعددا إلا إذا كان البلد كبيرا وهو قول يحيى بن عمر. يحيى بن عمر الأندلسي رحمه الله رأى هذا القول لوحده. أما فقهاء المالكي كلهم يرون بأنه ينبغي أن يكون المسجد القديم ولا بد من امتلائه ولا تتعدد المساجد. متى يبنى مسجد ثاني إلا إذا امتلأ المسجد الأول أصلا. واضح؟ ثم يبنى مسجد ثاني. أما إذا كان المسجد الأول لا يمتلأ ثم تعددت المساجد فإن الصلاة في غير هذا المسجد الأصلي الصلاة فيه باطلة لا تصح في أي لا تصح في مذهبنا المالكي. واضح معنا؟ يعني مثلا نحن نتكلم على مسجد جامع الزيتونة مثلا، في المساجد بجواره ينبغي ساعة أن يمتلأ جامع الزيتونة كاملا، فمن ترك صلاة في جامع الزيتونة ثم ذهب إلى جامع الآخر على قول المالكي لا يصح، لا تصح منه تلك الجمعة لأن الجامع الأصلي العتيق لم يمتلأ بعد، وهذا معه لأن جامع الزيتونة ينبغي أن يمتلأ الصحن ساعة متاعه كله.
واضح معنا هذا غير موجود غير موجود واضح الا يحيى بن يحيى ابن عمر الاندلسي راى بخلاف ذلك راى بانه لا اشكال في تعدد المساجد وجريان فيها خطبه الجمعه نعم ولا يشترط للجامع سقف وتصح الصلاة برحبته وبالطرق وبالطرق يعني سقف المسجد لا يتصل ليس فيه شرط نعم وتصح الصلاة برحبته وبالطرق وبالطرق المتصلة به مطلقا أي ضاق الجامع أو لم يضق اتصلت الصفوف أم لا ويشترط للصحة أن يكون من غير فصل ببيوت أو حوانيت أو أماكن هذا بالله ويشترط للصحة أن يكون من غير فصل ببيوت أو حوانيت أو أماكن محجورة ولا يشترط للجامع سقف وتصح الصلاة برحبته برحبته يعني الأماكن التي تتابع عليها كالصحن وكغيره نعم وبالطرق المتصلة به مطلقا أي طريق يؤدي إلى الجامع تصح فيه صلاة الجمعة نعم أي ضاق الجامع أو لم يضق مطلق يعني شرط اتصال الجمعة الناس بعضها ببعض ليس شرط اتصلت الصفوف أم لا واضح ويشترط للصحة أن يكون من غير فصل ببيوت أو حوانيت أو أماكن محجورة يعني إذا كانت هذه بين الجامع وبين الطرقات وبين الأماكن في حوانيت فاصلة هذا هو الذي لا يصح اتصال مباشر نعم لازم اتصال مباشر فإذا انتفى الضيق في الجامع وانتفى اتصال الصفوف بالرحبة وبالطرق المتصلة بالجامع فإن الجمعة تكره كراهة شديدة وإن صحت. ينبغي أن يكون في داخل المسجد الأصل يعني. وإشكال كبير بيننا وبين الشافعي في هذا الحقيقة يعني. لأن الشافعي عندهم هنا لابد فيه من شرط الصحة اتصال الصفوف. فلو صلى الإمام بجماعة أمام وصلى واحد في الصحة فالصلاة عند الشافعية باطلة. واحنا نحن خلاف فيها قالت لا ما عندناش مشكل في هذا الأمر. نعم تفضل. وإذا انتفى شرط عدم الفصل بالبيوت والحوانيت الأماكن المحجورة أي بأن وجد الفصل بها فالصلاة غير صحيحة. نعم هذه الخلاصة. إن وجد الفصل هذه الخلاصة. تفضل نعم. ولا يشترط تأبيد إقامة الجمعة به ولا إقامة الصلوات الخمس فيه. ولا يشترط تأبيد إقامة الجمعة به ولا إقامة الصلوات الخمس فيه. ليس في شرط، يعني ما يجيش يقول لك صلاة الجمعة معنى الجامعة لا تقام في الجمعة لأن دائما قائمة في صلاة الجمعة ولا دائما قائمة في صلاة الخمس، لا مش شرط. ماهوش ماذا؟ شرط عندنا تأبيد صلاة الجمعة في هذا الجامع ولا تأبيد صلوات الخمس فيه. نعم. ولا تصح. يصلي فيه معنى الجمعة وما فيش مشكلة. ما عنده حتى مشكلة فيه. نعم، المهم تتوفر فيه الشروط السابقة بتاعه. ولا تصح الصلاة بسطحه ولو ضاق بالناس وهو المشهور. هذا المشهور في مذهبنا الأصل أن الصلوات فوق سطح المسجد لا تصح أصلاً وهو المشهور. يقابله ماذا؟ الراجح. هنا يقابله الراجح. يعني يصح. قول الراجح يصح. كما لا. على مذهب الملك لا. ماذا من الملك في الصلاة الحرم مشكل كبير جدا مشكل أصلا في طوافه وفي الصلاة فيه كله لا بد من بيان لا بد من أنك أنت تنظر إلى عين الكعبة هناك عند المالكية فلو أن الإنسان صلى في السطح وكان عينه فوق سطح الكعبة فلا يصح هذا مشكل كبير إذا أخواننا اللي يمشوا هنا قول لهم أرد بالكم تخرجوا الطوف فوق ولا تصلي فوق انتبه فخليك دوما معناها مقابل للحرم للبيت ولو تعرض للاكتظاظ ما يعني الاصل هذا الاصل عندنا هذا لان هناك لابد من النظر الى عين الكعبه نعم كما لا تصح في كل مكان محجر اي ممنوع من عامه الناس كبيت عود الذي ولا تصح الصلاه بسطح ولا تصح الصلاة بسطحه ولو ضاق بالناس وهو المشهور كما لا تصح بكل مكان محجر أي ممنوع من عامة الناس كبيت قناديله كبيت قناديله يعني يحط فيه القناديل والحاجات يعني لا يصح فيه صلاة الجمعة محجر على الناس يعني ما يدخلوش ما يصلوش فيه ما يقعدوش فيه يعني فيه قناديل الناس ما يستعمل فيه قناديل وبيت الإمام ولا نعم
أو حصوره أو خلوة الخادم والمؤذن وكدار وحانوت بجواره. يعني كله لا يصح فيه. طب مثلا البيت لأن نحن في الجامعة الداخل هذاك مش واحد يصلي فيه جمعة. لا لا يصح لأن ذيك البيت ما أو ما يحط فيه المنظف الأماكن يصلي فيها واحد، لا كيف كيف. واجب واجبات الجمعة. يجب تجنب ما تتولد منه الروائح الكريهة كالبصل والثوم والثوم والفجي ونحو ذلك. نعم. السنن المؤكدة للجمعة: الغسل، الغسل لكل مصل ولو لم تلزمه الجمعة، وشروط صحته هي أن يكون بعد طلوع فجر يوم الجمعة ولا يصح قبله. إذا الغسل متى يكون؟ بعد صلاة. نعم، بعد صلاة ماذا؟ فجر يوم الجمعة ولا يصح. نعم، ولا يصح قبله. طيب علاش؟ باعتبار شوف الإشكال، لأن احنا عندنا السعي إلى صلاة الجمعة قبل الزوال بست ساعات. السعي إلى صلاة الجمعة، الذهاب إلى صلاة الجمعة، يصح الذهاب إلى الجامع قبل صلاة قبل الزوال قبل الجمعة بست ساعات. هو القول هنا يشير إلى ماذا؟ أقصر الوقت هنا بعد بعد طلوع الفجر. والشرط عندنا أن الغسل مرتبط بالذهاب إلى الجامع. إذا انفصل الغسل على الذهاب إلى الجامع بطل ذلك الغسل. فينبغي أن يكون الغسل له اتصال بماذا؟ بالسير مباشرة، يغتفر فيه الشيء اليسير. أما قوله هنا أن يكون بعد طلوع الفجر يوم الجمعة يشير إلى أن التبكير في صلاة الجمعة عندنا نحن ولو بست ساعات. قبيل الزوال بست ساعات يشير الى هذا القول. نعم. اللي يشتغلش ايش؟ اللي يشتغل عند القول الثاني قبل قبل الزوال بساعه يغتسل هناك ويذهب. اهم شيء في الحكم انك تغتسل ومباشره تذهب الى الجامع. ها؟ ولا تاكل شيء في الغسل. ها؟ نعم. تغتسل وتتجه للجامع. مباشره. لا دخلت الى الجامع لك غير ممكن. دخلت الجامع لك ان تشرب الماء، لك ان تاكل شيء، ما فيش غير ممكن. لا يجب أن تغتسل قبل الذهاب للعمل بعد شرب الماء. لا يصح. أو شروط صحته هي كمل. أن يكون متصلا بالرواح إلى المسجد. أي متصلا بالذهاب إلى المسجد. ولا يضر الفصل اليسير. فإن فصل بينه وبين الذهاب إلى الجمعة بوقت كثير أعاده لبطلانه. صار باطلا. واضح؟ صار باطلا. الباطل. صار صار مش صلاة. نعم. ليه أخذت توا الأغلبية كنت أمريكي تغتسل ويمشي يخدم بعد يمشي. أسف. يخرج من الخدمة ياخذ رخصة تاع ساعة. هذاك اغتسل للتنظيف. لا هو عارف النية هنا لابد فيها من اتصال العمل بالجوارح. غير منقلب. خلاص يعني. ليس لما احنا قلنا سنة. احنا قلنا سنة. ممكن.